والآن موعد وقفتنا لاستعراض الأحوال الجوية وأخبار الطقس. مرة أخرى ليلى عمر، شكرا لكم، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الطقس. يتابع وزير التنمية المحلية هشام أمن الإجراءات التي تقوم بها عدد من المحافظات للتعامل مع الأمطار التي تعرضت لها. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد التام والمستمر للمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول وانتشار المعدات مع تطهير مصارف الأمطار. هذا ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أرحب بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. دكتور، نود التعرف على تفاصيل اكثر عن حاله الطقس بعد ما شاهدناها على مدار الايام السابقه، سواء من طقس بارد على معظم انحاء الجمهوريه او سقوط الامطار في بعض المحافظات. ماذا عن الطقس خلال الايام الثلاثه القادمه؟ بالفعل يمكن احنا اليوم شهدنا سقوط امطار متفاوت الشده على اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى بسبب وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائيه رطبه قادمه من على البحر المتوسط. الامطار كانت ما بين الخفيف والمتوسط والغزير في اغلب محافظات السواحل الشماليه الوجه البحري، وصلت الامطار كمان للقاهره الكبرى. اليوم ايضا كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره خلال فتره النهار واجواء مائله للبروده. متوقع طبعا استمرار انخفاض درجات الحراره خلال الايام القادمه، غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار 17 درجه مئويه، لان مصادر الكتل الهوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل الهوائيه دي بتاثر علينا منخفضه في درجات حرارتها، فتظل الاجواء فيها انخفاض في درجات الحراره فترات النهار، هيكون ملحوظ اكثر فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. فترات النهار هيكون فيها أجواء مائلة للبرودة على أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى، أجواء معتدلة ودافية تماما على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر الأجواء هتظل شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة الأماكن اللي لها ظهير صحراوي كبير، المدن الجديدة، محافظات شمال الصعيد الصغرى فترة الليل بتوصل لخمس وست درجات، يعني أجواء كارثة البرودة فترة الليل. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وأيضا الدلوب بتتكون على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى بسبب انخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر. غدا كمان فرص الأمطار هتقل وتنحصر فقط في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، باقي مناطق الجمهورية إن شاء الله تتلاشى من عليها فرص سقوط الأمطار، وأجواء انخفاض درجات الحرارة متوقع تكمل معنا على مدار باقي أيام الأسبوع. فرص الأمطار على الأقل 72 ساعة القادمة تستمر في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري فقط. نعم، أشكرك دكتورة منار غانم عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 17 والصغرى 10، الإسكندرية 16 10، مطروح 15 8، بورسعيد 16 11، الإسماعيلية 18 7، ننتقل إلى السويس 17 9، العريش 16 9، طابة 15 10، شرم الشيخ 21 13، الغردقة 20 12، الأقصر 22 9، أسوان 22 9 أيضا، الوادي الجديد 20 6، شلاتين 24 15، وأخيرا حلايب 22 14. ونستعرض معكم الآن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.